معنا دلوقتي دكتور احمد اشرف عيسى، استشاري القلب والقسطره باكاديميه جراحه القلب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك منورنا في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تقول لنا رايك في المؤتمر السنه دي؟ مؤتمر السنه دي ممتاز جدا، ودائما يعني هو مش محتاج ان احنا نتحدث عنه، بالعكس المؤتمر كل سنه عن سنه بيبقى افضل من السنه اللي قبلها. كارديو اليكس علامه مميزه في طب القلب في مصر ومنطقه الشرق الاوسط كلها. يا رب دايما يا دكتور. ممكن حضرتك توجه رساله للاطباء، هم ازاي يفضلوا في نفس القامه العلميه اللي هم وصلوا لها، يحسنوا من نفسهم ويفضلوا على طول ابديتد؟ الـ 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 العلم ده وبالذات في المجال بتاعنا في طب القلب، كل شهر كل دقيقه كل ساعه كل يعني في جديد. الموبايل ابلكيشنز والنت والانترنت خلت الامور بقت بسيطه خالص، وبالتالي انا من 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 كم ضغطه كم زرار او بالتاتش اقدر اوصل لاي معلومه انا عايزها في اي وقت، بس ده من لوحده مش كفايه. حضور المؤتمرات، مؤتمرات كبيره زي كارديو اليكس وما يضاهيها من مؤتمرات كبيره في مصر وبره مصر، بيبقى فيها محاضرات دايما بتفوكس على كل ما هو ايه، كل ما هو جديد، ايه الحاجات الجديده اللي وصل لها العلم، وبتلخص ايه اللي تم. الواحد كل واحد في تخصص القلب فيه سب سبيشاليتيز، في الأسطرة، في ضعف عضلة القلب، في الحمى الروماتيزمية وأمراض الشرايين، في أمراض الأطفال، قلب الأطفال، في كهربة القلب، في تخصصات كتيرة قوي. كلنا بيبقى عارفين حاجات كتيرة قوي عن كل حاجة، بس كل واحد بيبقى متخصص أكتر وداخل إن ديبث في الإيه، في في السب سبيشاليتي. الحاجة التانية ال open discussions مع الكبار، مع الاساتذه الكبار. ليه؟ لان الاساتذه الكبار دول بيبقى لهم مش مجرد هو بيديك محاضره، ده هو هذا lot of experience، عنده خبره طويله جدا لانه شاف حالات اكتر مني بكتير. علشان كده دايما بنقول دايما ان الطب تراكم معلومات وتراكم خبرات. حتى دايما في الجايد لاينز العالميه محطوط حاجه اسمها expert opinions، اللي هو رأي الخبراء، رأي الأساتذة الكبار في الحالات دي، وهو هل شاف الحالات دي ولا لا، وكيفية التعامل معاها. وبالتالي كل ما كان الدكتور في مرحلة سنية معينة انه يبقى قريب جدا من أساتذته، من الاستشاريين الكبار في المجال اللي هو متخصص فيه، ده هيفرق معاه في طريقة التفكير، في طريقة ليه، لأن العيان بيجيلك بيشتكي من أعراض، انت بتجمع الأعراض دي على بعضها وجوه دماغك بتقول ايه اللي يمشي مع المشكله دي. فده ما بيجيش من مجرد انك تقري معلومه في كتاب او لا، القرايه مهمه، الاطلاع مهم، لكن الاكتر منه ولا يقل عنه في الاهميه انه يبقى قريب منه. الناس بقى اللي بتشتغل كلينيكال تكنيكال بتكنيكاليتي دي لازم يبقوا اتاتش للسنترز، فيها فلو كبير قوي من العيانين. ليه بقى؟ لان التكنيكاليتي بتعتمد على ان انت ايدك تبقى متعوده على الحاجه اللي انت بتعملها ديلي، لان انت لو اشتغلت مثلا قسطره وقعدت بعدها سنه ايدك مش هتبقى بنفس الحرفيه اللي بيشتغل بيها الشخص بنفس اليوم. ليه؟ لان دي حاجه بتتمسك بطريقه معينه، ليها حركه بطريقه معينه، ديسيجن ميكنج، في ازاي تاخد قرار. الموضوع ده ما بيجيش مش مجرد ان انت تقرا او تتفرج بس، لا، تقرا تتفرج تساعد تشتغل. الموضوع ده لما وده ما بيجيش، عشان كده دايما بره لما بيجي يطلبوا عشان تاخد شهاده في ان انت بقيتي كونسلتنت في حاجه، بيطلبوا عدد كبير من الحالات. يعني ممكن مثلا في جمعيه زي جمعيه الاسره لا يقل عدد حتى عن 2000 حاله. الحالفين حالة ديت لازم تبقى ريكورد ومكتوبة، ويبقى فيه أستاذ كبير شاف معاك الحالات وشافك وانت بتشتغل وشافك وانت بتعرض الحالات، لأنه هو هيمضي ان انت الحاجات دي كلها هي اللي بتفرق فيه. وبتحص الدكاترة والشباب الأطباء ان هم يكملوا
ويزودوا في مهاراتهم ويبقى على ليفل ومستوى كويس. الحاجة بقى اللي الواحد فعلا بيبقى فخور بيها ان طب القلب في مصر طب متقدم جدا لا يقل برا ومش متأخر في اي حاجة خالص، ولا في اكويبمنتس ولا في محاضرات ولا في تدريب ولا في اي حاجة. جمعية القلب المصرية عاملة شغل كويس جدا. المستوى العلمي للأطباء من خلال مؤتمرات على مستوى وقدر عالي جدا ما شاء الله. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.